الان الامريكان احنا سنجمع على اخراج الامريكان. ما هي هذه الفصائل قتلتني، هذه الفصائل هجرتني، هذه الميليشيات استولت على مدن منزوعه السكان. نتكلم عن 80 مدينه وقريه من المكون السني ومن اليزيديين وغيرهم، الان منزوعه السكان لا يسمح لاهلها بالعوده. هل يمكن ان اطمئن على ان هذه الفصائل ستكون اليد الحنونه علي بعد خروج القوات الامريكيه؟ هل يمكن لهذه، هو موجود الان العراق مشتبك دوليا باختصار بقوات تركيه وبقوات ايرانيه وبفصائل وبقوات امريكيه، ولا زالت هذه الفصائل تسرق المال. انت تعلم تماما حجم السرقات المرتبطه بهذه الفصائل، تقتل الناس وبالتالي تخرج عناصرها بعد سنه او سنتين ليتم الافراج عنهم، كما حصل في قاتل هاشم هاشمي وغيرهم من ناشطي ثوره تشرين في كربلاء وغيرهم، احمد عبد الصمد في البصرة الإعلامي، كثير يقتلونهم ويعترفون على قتلهم ثم